كمعارضة على صوتنا ممكن لأن احنا جبنا التعديلات جوهرية للقانون وما في حكومة رفضتها لأنه هو الحكومة جيبة هو المشروع في حد ذاته ونبيع لأنه الإدخال ديال التمويل في البديلة من السوق المغربية مش آلة احنا كنا كنطالبوا بها في حوارق الاستقلال منذ زمان وكانت بدات واحد التجربة ما كانتش مع والدينا الحاج اللي ما عجبناش في هذا القانون هو انه منين جينا نديرو التشريع لهذه البنوك التصرفية في المغرب درنا لها واحد الفصل معزول داخل القانون الا زولتي داك الباب او الفصل اللي داروا لها الا زولتي منها وكأنه كاينش ترتيبات ما بين المواد وبالتالي الا دارت او ما دارتش وغيكون حتى شي تأثير على المستفاد كاين امور اخرى ديال المنافسة وديال التنافسية اللي ما ذكرهاش المشروع اللي حنا حاولنا نجيبو فيها التعديلات وغير ما قبلناهاش يعني التشمر من جهة المنافسة وهذا باش ما تأثرش على المنافسة داخل السوق كذلك كاين هاد المسألة ديال الأمور المطابقة للشريعة أو غير مطابقة للشريعة واللي كان عندنا فيها رأي لأنه حنا ما يمكنش نجيو نقولو بأن شريعتنا اللي كانت قبل كلها غير مطابقة للشريعة واليوم حنا عاد غادي نديرو التشريع مطابق للشريعة بطبيعة الحال شريعة الدولة الإسلامية وبصرنا وبالتالي هذه المسألة احنا زولناها من المشروع اللي ما كان فيها واحد الجملة وحنا كفرق معارضة نظرنا على انها تشيد في بس هذا هو مجموعة الملاحظات اللي عندنا اليوم خاصة انه ما دخلش جوهر المشروع نقول لك تشاطي ما دخلتش جوهر المشروع بقيت معزولة على المشروع وفلوس كانها عند قضية يعني ممكن ما تدارش غدا ما يكون حتى شي تأثير وكان درناها غير باش نزوقوا بها واحد باش نقولوا احنا درنا البنوك التشارك ولكن ما عندناش غطاء اكيدة وما عندناش ارادة باش ننزلوا فعلا هاد البنوك التشارك على ارض الواقع وهذا هو المؤاخذة اللي كانت عندنا على الحكومة بتغنى تاخذها بعين الاعتبار ومثلا احنا صوتنا بالامتناع على هذا المشروع القانون. احنا في الصوت ديال الاغلبية وصفر في المعارضة وستين صوت ديال الامتناع ستين صوت ديال المعارضة ممتنعة عن صوت كانية عندنا اللي الذي ينقص هو الإرادة إذا كانت إرادة سياسية عند الحكومة غادي تنزل على أرض الواقع إذا ما كانش الإرادة السياسية وجبت الحكومة غير لضرب الرمادي على العيون ما غاديش تنزل على أرض الواقع هذا مشروع كيخصو إرادة سياسية قوية باش تنزل على أرض الواقع وبهذاك الشكل باش جرى في المشروع راه كيبان لنا ما كاينش إرادة سياسية بالشكل اللي خصها تكون كاين واحد توجه عام دولي لهذا الشيء ديال البنوك التصرفية ولكن الإرادة السياسية الحقيقية راه ما كايناش حنا كنتظروا شنو غادي يوقع من هنا للمراسيم التطبيقية ونشوفوا كيفاش غادي تنزل على أرض الواقع باش يمكن يكون عندنا تقييم موضوعي لهذا المشروع.